استيعاب طاقات الشباب وبث روح التنافس الشريف بين المشاركين من أهم أهداف المخيم الكشفي الصيفي لمرحلة الجوالة، الذي افتتح بمقر المخيم الكشفي الدائم بسهل أشور بمحافظة ظفار، بمشاركة جوالة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، بالإضافة إلى جوالة السلطنة. المخيم الكشفي ما في شك فيه مشاركة بين مختلف الأشقاء من دول مجلس التعاون وكذلك من بعض الدول العربية المشاركة في هذا المخيم، وهناك أيضا مجموعة من المناشط والبرامج التي تعنى باكتشاف الجانب السياحي في هذه المحافظة. هناك يعني افتتاح المنتدى والذي كان بشعار الكشافة ومشاركة الشباب، هذه إضافة جديدة لهذا المخيم الكشفي في هذا العام. يعتبر المخيم الكشفي الصيفي لمرحلة الجوالة فرصة ثانية. الكشفية ومشاركة الشباب هو شعار هذا المخيم، الذي يتضمن عددا من البرامج والأنشطة في الجوانب الاجتماعية والثقافية والتقنية والرياضية والكشفية. المخيم يعتبر من المخيمات المهمة للشباب، يتم فيها عرض التجارب، عرض التحديات التي تواجه الكشفية ومشاركة الشباب. نسعى إن شاء الله في هذا المخيم تبادل الخبرات بين مجلس التعاون الخليجي. قامت أول منتدى خليجي كشفي، ونتمنى أن يكون في توصيات طيبة تخرج من هذا المنتدى وتكون على مستوى خليجي، لنرتقي بالشباب ومشاركتهم في صنع القرار على مستوى الجمعيات الخليجية. كما تم افتتاح المنتدى الكشفي الخليجي الأول الذي تنفذه المديرية العامة للكشافة والمرشدات بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي العربية. يتضمن هذا المخيم العديد من الفعاليات المتنوعة بين العلمية والثقافية والاجتماعية وغيرها، والتي سوف تستمر حتى 27 يوليو الجاري. محمد بن بخيت حصون الشحري، محافظة ظفار.